مقدمة الشوط المركز الأول. هناك مغرية لجمعه بن حميد بن عمهي المنصوري، ولكن اللي غيرت والتي انطلقت مشاهدينا هناك الشرقية لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. شعار المفاجآت ينطلق من البداية، كما انطلقوا مشاهدينا بالأداء الجميل في شوط الزمول. هنا يعيد الكرة بنفس المنوال بنفس الانطلاق. المركز الثالث، هناك الدخول، هنا قدوم آخر من المركز الثالث من اللي وصلت الآن وتسللت جماهير لصالح بن ناصر بن محمد الكربي اللي وصلت بجوارها. هنا دخول من سمحة لجمعة بن حميد بن عمهي المنصوري. نتقدم معكم ونتأخر قليلا مع كاميرا الزميل محمد لينطلق مع المركز الخامس في هذه اللحظات القدوم والانطلاق. مشاهدينا هنا الشاهينية لعبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي وصلت إلى المركز الخامس. المركز السادس وصول من هناك وصلت ملفتة لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. رأى أيضا الشوط اللي طاف والأداء الجميل. هنا أيضا وصول آخر، هنا تقدم آخر التي وصلت وتسللت. هنا مشاهدينا لعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي وصلت مشاهدينا في هذه اللحظات لتتقدم من الجانب الآخر أحد الإخوة المتقدمين، أحد الإخوة المنطلقين، أحد الإخوة اللي قادمين من السعودية الشقيقة من المملكة العربية مع الهلالية. موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى اللي يبحث عن النقطة الثانية، الزعيم الهلالي. شكرا يا سرحان يا الجحافي، يقدم لنا مع الشعار الزعيم الهلالي أحلى سيفونة الناموس لتعبر الحدود ليردها مرة أخرى إلى أهالي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. نتقدم مع هذا التقدم. وصل أيضا هنا شعار محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم أبو ناصر ليحتل المركز التاسع في هذا الأداء مع ريمة. يا ركز أيضا. هناك أيضا العويسي يتقدم مع فايل. هناك القدوم والوصول مع المركز التاسع. التاسعة وصلت إنذار لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، يتقدم المركز العاشر لتكون متواجدة. ما شاء الله، هناك جباب الحبايب لعبيد بن سالم بن علي الراشدي من وصلت في هذه اللحظات وانطلقت كما انطلق المنطلقون. ما شاء الله الأداء الجميل، الحفل الكريم، عودة مرة أخرى مع الشوط مع الأداء. المقدمة وين؟ بالنصر يا بالنصر، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي باعد المسافة اللي يتقدم وجر الشوط من البداية كالعادة. شعار يعرف طريق حتى ولو جاء من المناطق الخلفية، ينهي الشوط على الأداء الذي يريده بالفعل بالنصر. ولكن في هذه اللحظات انطلق وجر الشوط من البداية سعادة صالح بن حمد بن نصر مع المقدمة مع الأداء الجميل مع مقدمة الشوط. ما شاء الله مع حشيمة ومع الشرقية النقلة في المركز الثاني. شوف اللي واصلة، شوف اللي تسللت الآن وبدأت تنطلق. هذه أمامكم في المركز الثاني بدأت تتحرك جماهير لصالح بن ناصر بن محمد الكربي. بدأت أيضا بانطلاق، بدأت باندفاع لتندفع في المرتبة الثانية. دخول بدأ يتحرك، بدأ يتحركن المهجنات من الجانب الآخر. الدخول مشاهدينا مع وصول مع سمحة لحميد بن خليفة بن مروشد السبوسي بن مروشد. ولكن شوف اللي واصلة، شوف اللي تقدمت الآن. هذه وصول
لعوض بن سعيد بن الدوب الوهيبي. وصلت ما شاء الله وانطلقت بمعيتها ايضا وصول مع انطلاقة هناك الوصول والقدوم مع انذار لمحمد بن حميد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري الذي وصل بدوره وانطلق مع المنطلقين ويقدم اداء جميل. شوف الوصول الاخر والقدوم الاخر من قبل ما شاء الله اتحرك راحا بالفعل. خلونا نرجع مع الشرقية لسعادة صالح. يا صالح يا بن حمد يا بن محمد يا بن نصر يا بن محمد يا هنا ما شاء الله على انطلقته اقلعت عين باردة عين باردة مع شعار المفاجآت. يبقى النقطة الثانية هذا الشعار ما سد نقطة ثانية ولا ثالثة. متعود ان يحصد المراكز الاولى بعدة اشواط بعدة مشاهدي الاعزاء نقوى من خيرة الحلال متواجدة في هذه العزبة الجميلة عزبة ابو محمد. ما شاء الله سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري انطلقت وقالت باي باي وقالت باي باي سلام للمرة الثانية سلام يا مبارك والسلام لقوم بن نصر كافة على هذا الأداء الجميل اللي قدموه هنا في من خلال هذه الأشواط. المركز الثاني هنا وصول من انذار لمحمد بن حمد بن مشيط ولكن عودة أمام الحزام الأخضر أمام الجماهير. النقطة الثانية 100 متر بدون أوامر الحصم حنطة. شكرا مبارك وتهانينا لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري على هذا الفوز بالشرقية التي بالفعل أدت أداء ودورت الدورة وعصاتها محنطة مذخورة لشوط كبير. المركز الثاني انذار لمحمد بن حمد بن مشيط المري. المركز الثالث مشاهدينا التي وصلت المركز الثالث كانت بتوها لسعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. المركز الرابع مشاهدينا وزاهيه لسعيد بن مطر محمد الرميثي. المركز الخامس كانت التواجد من محنه لسلطان بن حمد بالاصل الشامسي. هذه النتيجه 7:53 وأربعة أجزاء من الثانية توقيت الشرقية لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامر التي وصلت بدون أوامر اندفعت بصوت السماعة في الكيلومتر الأخير قدمت شوط ومذخورة يوم ترفر في الأعلام. مشاهدينا كانت المركز الثاني 7:59 وبدون أجزاء من الثانية تهانينا. المركز الثاني كانت مغرية لجمعة بن حميد بن عمي المنصوري نعم بعد الفوتو فينش. والمركز الثالث 7:59 وسبعة أجزاء من الثانية كان وصول أيضا وقدوم من أيضا شعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع ملفتة التي كانت جميلة عند الفوتو فينش. التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل من أرضية هذا الميدان ميدان الوثبة.